انا بنصح اول ما بنصحى من النوم، اول ما نصحى كده نعمل كده ديتوكس جميل لجسمنا ونصحصح المعدة بشكل جميل. ازاي؟ اول حاجة ان احنا نشرب كوبايتين من المية الفاترة، نقعد كده يعني على طرف السرير خلاص، طبعا بعد ما نغسل سناننا يا ريت، مش عايزين ندخل كل البكتيريا اللي في بقنا اللي بعد ما بنصحى كده ندخلها على معدتنا، مش عايزين ده. فاحنا اول حاجة نخش على الحمام نغسل سناننا، ويا ريت نلتزم الموضوع ده عشان البق ده اكتر حتة في الجسم مليانة بكتيريا اكتر من اي حتة تانية في الجسم. تخيلوا اي حتة تانية في الجسم كده وقارنوا، لا هو البق برضه اوحش بكتير جدا خلاص. فالبق مليان بكتيريا، لما بننام واحنا كده كده منعرفش نغسل سناننا 100% تعقيم، بيتبقى حاجات بتعفن على تاني يوم واحنا نايمين، فمش عايزين نشربها ندخلها معدتنا. نقوم نشطف البق الاول، بعدين ناخد فرشة سنان ونغسل سناننا كويس ونشطف كويس جدا خلاص. بعد كده بقى نقعد كده على طرف السرير او نقعد في اي حتة ونشرب كوبايتين مية فاترين مش من التلاجة، اللي من التلاجة هيعمل شق ابن لذينة للمعدة، صدمة خلاص، ودي كارثة بقى بتعمل مشاكل فظيعة. دايما ناخد الحاجة اللي تبقى يعني الجسم ما يتعبش منها، المية الفترة على درجة حرارة الغرفة تمام جدا، الجسم يعرف يتعامل معاها. نشربنا الكوبايتين، بعدها مفيش 10 دقايق نكون قاعدين بنجهز احنا بقى نص كوباية تانية عليها معلقة صغيرة من العسل، عليها عصرة نص ليمونة او نقط فيتامين سي بتاعت الاطفال 6 نقط تبقى حلوة قوي، او مرة نغير نحط مثلا معلقة صغيرة من خل التفاح. يا سلام، مش عايزة اقول لكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام اصلا ان العسل ده لما معلقة صغننة مندوبها في المية، المية بتكتسب خواص العسل كله، فاحنا كده اخدنا فايدة رائعة من العسل خلاص. ونقلب طبعا بمعلقة خشب عشان ما يتأثرش، نشربها سمي كده ونشرب خلاص. هنلاقي دي بقى بتدي ديتوكس رائع للجسم، وهي اساس عندي في 7 خطوات، والناس اللي عملوها عارفين تأثيرها عامل ازاي خلاص. عملنا دي جسم ارتاح،